في عام 2004 وعلى إثر القصف الأمريكي للعراق، قررت اليابان إرسال شاحنات مياه لإغاثة العراقيين، إلا أن المتطوعين في الحملة رأوا أن علم اليابان وحده لن يكون كافياً لتمييز الشاحنات، فالكثير من العراقيين لم يكن يعرفه، ولذا اقترحوا بدلاً منه أن يضعوا ملصقات كبيرة للكابتن ماجد فوق الشاحنات، فهذا يعلمه الجميع ويعلم نسبته لليابان، وهذا أكثر من كاف للتمييز. إنها لغة الأنمي، هوية اليابان الأشهر بين أركان العالم، فقد لا يعرف الناس علم اليابان ولا حتى علماءها، ولكنهم يعرفون بيكاتشو وكونان كما يعرفون أسماءهم. فما هي ملامح هذه اللغة، وكيف جعلتها اليابان مفتاح هويتها الأبرز، ولما، وكيف ساهمت في نمو الاقتصاد الياباني؟ والأهم من ذلك كله، كيف تحولت براءة الطفولة إلى خطر يتهددنا ويحمل لأبنائنا السم في علبة الحلوى من الأحمر إلى الألوان؟ نجحت شعبية الأنمي الياباني في غرس صور أكثر إنسانية لليابان. لو أخبرتك أن ألمانيا النازية قتلت ملايين البشر على يد هتلر في الحرب العالمية الثانية ستصدقني على الفور، ولو أخبرتك أن الأمر نفسه تكرر على يد السوفييت والإيطاليين والأمريكيين والبريطانيين وغيرهم لن تستغرب أي من هذا. لكن ماذا لو أخبرتك أن اليابان اللطيفة المهذبة قد فعلت ما يوازي هذا كله أو حتى يفوقه؟ فمع أن أغلبنا سيتفاجأ بهذا، فإن الحقيقة التاريخية تصم اليابان بتاريخ استعماري بالغ البشاعة والدموية، فمن البر الرئيسي للصين ومروراً بالكوريتين وهونغ كونغ وميانمار وفيتنام وتايلاند والفلبين وماليزيا وسنغافورة وحتى إندونيسيا وغيرها، بلغت مجازر اليابان خلال الحرب العالمية الثانية حدوداً لا يمكن وصفها. ففي الصين وحدها قتلت الجيوش اليابانية قرابة 36 مليون إنسان، فضلاً عن 2 مليون في فيتنام وضعف هذا العدد في إندونيسيا، ناهيك عن مذبحة نانجينغ الصينية التي أحرقت ثلث منازلها وراح ضحيتها 300 ألف شخص، بالإضافة لاغتصاب أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة. حتى إن القس جيمس مالكوم يصف ذلك العدوان في مذكراته قائلا: لا أعرف متى سينتهي هذا، لم أشاهد في حياتي مثل هذه الوحشية، اغتصاب اغتصاب اغتصاب، كان هناك 1000 حالة اغتصاب في اليوم، وأي رفض أو استنكار يقابل برصاصة أو بطعنة في القلب، وكل هذا فعلته اليابان وحدها. على إثر هذا قررت الحكومات المتعاقبة تغيير هذه الصورة البشعة عن بلدها وتصدير صورة أكثر لطفاً عن اليابان الجديد. فقامت وزارة الخارجية اليابانية بإنشاء مؤسسة اليابان عام 1972، والتي اختصت بتنمية الصداقة والعلاقات بين اليابان والعالم من خلال نشر الفنون والتبادل الثقافي والأكاديمي وتعليم اللغة اليابانية في الخارج. ولأجل هذا عمدت المؤسسة لإنشاء معارض يابانية عالمية لنشر فنون الأنمي اللطيفة بغرض تجميل الصورة القبيحة للإمبراطورية اليابانية، في رحلة أخرى من الغزو، لكنه غزو بقوة ناعمة بلا دماء. والقوة الناعمة كما يعرفها جوزيف ناي هي قوة روحية ومعنوية للدولة من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق، ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والثقافة والفن، مما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم اتباع مصادره. وعلى رأس أسلحة هذه القوة يأتي الأنمي رفقة الرسوم المصورة أو المانجا، إذ وضعت الحكومة اليابانية نحو 500 مليون دولار في صندوق كول جابان من أجل الصناعات الدعائية لصورة اليابان الجديدة وتعزيز ثقافة الظرافة اليابانية أو الكواي، وذلك كله عبر شخصيات الأنمي اللطيفة والمحببة، والتي أخذت في نشرها عبر معارض الأنمي المتعددة في مختلف بلاد العالم، بما في ذلك بلداننا العربية كمصر والإمارات والجزائر والسعودية، لتبدأ اليابان بصندوق الكاواي في محو الدم الأحمر بريشة متعددة الألوان من الكوكب إلى الكوكب.
من الممكن الجدال بأن الأنمي من أولى الثقافات العالمية وأوسعها نطاقا. بالرغم من الدافع الكامن وراء مسيرة الأنمي الياباني، فمسيرة هذا الأنمي قد بدأت قبل ذلك بعقود، وتحديدا في عام 1917 عندما حاول البعض دمج الرسوم المتحركة يدويا لأجل الحصول على فيلم كرتوني. إلا أن بدائية الصنعة وضآلة الميزانية لم يمكن اليابان من مجاراة جودة الصناعة الأمريكية الصاعدة مع والت ديزني آنذاك، ليدخل سوق الرسوم المتحركة الوليد مرحلة سبات أنهتها الحرب العالمية الثانية، حيث أنتج سلاح البحرية الياباني فيلم موماتورو وجندي البحرية لرفع الروح المعنوية للجنود اليابانيين ليمثل شرارة انطلاق الأنمي الياباني. فلم تكد الحرب تنتهي حتى تأسست شركة تواي للرسوم المتحركة على يد السيد هيروشي أوكاوار، والذي أرسل وفداً للولايات المتحدة للتدرب في شركة ديزني. ثم ظهر الفنان البارز أوسامو تيزوكا عام 1962 بشركته الخاصة التي أصدرت فيلم الفتى الشرير عام 1963، لتعقب تلك الفترة حقبة من الجمود انتهت مع الانتعاش الاقتصادي لليابان في الثمانينيات، والتي مثلت مرحلة الانطلاق الحقيقية لسوق الأنمي الياباني وانتشاره العالمي الواسع بالشكل الذي نشهده الآن، وذلك تزامناً مع انطلاق مؤسسة اليابان وخطة التجميل آنفة الذكر. فعلى سبيل المثال للحصر، ذكر تقرير وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن صادرات محتوى البث في السنة المالية 2016 قد بلغت 39.35 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 358 مليون دولار تقريباً، ما بين حقوق للبث والتسويق والترويج عبر الإنترنت وغيرها. وقد أتى الأنمي بنصيب الأسد من هذه الإيرادات بما نسبته 77.1% من مجموع الأرباح، بينما تخبرنا الإحصائيات الرسمية أن حجم سوق الأنمي في 2018 قد بلغ أكثر من 2180 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حالياً نحو 14 مليار دولار ونصف مليار، ليخرج الأنمي الياباني من رحم كوكب اليابان إلى براح كوكب الأرض بأكمله. وفي غمرة هذا الانتشار الواسع، لم ينس الوطن العربي نصيبه من الأنمي كغيره من بقاع الأرض. فيذكر الباحث حيدر الكعبي أن اقتحام الأنمي لبلادنا العربية قد تم عبر مراحل ثلاث. أولى هذه المراحل كانت مع الأنمي المدبلج الذي بثته القنوات الحكومية العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وهي مرحلة خضع فيها الأنمي لرقابة مشددة لمحاولة توفيق هذا الإنتاج المستورد مع ثقافتنا العربية الإسلامية. لتتبع هذه المرحلة مرحلة الألفية الجديدة، إذ كان لأحداث 11 من سبتمبر أبلغ الأثر في لفت انتباه اليابان لمنطقة الشرق الأوسط. ولعل الحدث الأبرز في هذه المرحلة هو إطلاق قناة سبيس تون الشهيرة عام 2002 لدبلجة الأعمال اليابانية، لتوفر القناة انتشاراً واسعاً نطاق للأنمي الياباني، وينطلق من خلالها الأنمي إلى المرحلة الثالثة، وهي ما يمكن تسميتها بمرحلة الأنمي المترجم، والتي شهدت انتشاراً واسعاً للأنمي عبر الإنترنت دون رقابة أخلاقية أو اختيار ما يناسب المراحل العمرية المختلفة، ما أدى لانفتاح مطلق على الأنمي بكل ما يحمله. فإن كان للأنمي المدبلج ميزات اجتماعية وتثقيفية أثرت لغة الأطفال ونمت أفقهم وارتبط بها جيل سبيستون كما يسمى، فإن مرحلة الأنمي المترجم قد وضعت الأطفال والمراهقين أمام منزلق خطر لا يجدون أمامه الحماية الكافية. بلا رقابة. منذ عام 2012، مع دخول الأنمي ببلادنا مرحلة الانتشار الثالثة، أصبحت الرقابة الأخلاقية والثقافية على الأنمي ضرباً من المستحيل، فالأمر لم يعد يحتاج أكثر من نقرة زر، حتى إن الإنترنت صار عامراً بشتى أصناف هذا المنتج الياباني بما فيها من انحرافات عقدية وجنسية وفكرية. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن الناظر إلى التكوين الديني والثقافي للمجتمع الياباني سيلحظ قدراً بالغاً من الخلط والعشوائية العقائدية المكونة له. ففي القرن الثالث قبل الميلاد
بدأت الحضارة اليابانية تتبنى ديانة الشنتو الوضعية كمنهج ديني لها، والتي تدعو معتنقيها للتفاعل والتواصل مع روح كونية كامنة في كل شيء. تدعى هذه الروح بالكامي، ويؤمن بها نحو 80% من اليابانيين. إلا أن هذا التكوين قد شابته شائبة البوذية عند دخولها اليابان في القرن الميلادي السادس، ونظراً للتناغم الكبير بين أفكار الديانتين، فقد ضمتهم الثقافة اليابانية في معتقد واحد، ثم أكسبه الإمبراطور قوة سياسية هائلة عندما عد نفسه إلهاً منحدراً من كامي الشمس. إلا أن استسلام اليابان نهاية الحرب العالمية الثانية ودخولها تحت العباءة الأمريكية قد ساهم في تحوير هذه الهوية الدينية من جديد، خاصة بعد تأثرها بصورة الإمبراطور المهزوم المستسلم. إذ يذكر الصحفي الاستقصائي إيتشيرو توكوموتو أن الحاكم العسكري الأمريكي دوغلاس ماك آرثر، والذي كان عضواً بارزاً في المنظمة الماسونية، أراد استغلال الفراغ الروحي لدى اليابانيين بعد الهزيمة وضم اليابان إلى الكنيسة الكاثوليكية قبل أن يسبقهم السوفييت بشيوعيتهم إلى اليابانيين. وقد أدى هذا الخلط إلى عقيدة مشوهة جمعت بين الشنتوية والبوذية الشرقية مع الكاثوليكية والماسونية الغربية. أما فيما يخص نمط الحياة الحقيقي، فقد كان مصير اليابان كمصير الدول الخاضعة للمعسكر الغربي المنتصر في الحرب العالمية الثانية، خاصة الدول الرائدة صناعياً ذات معدلات الإنتاج المرتفعة. إذ طغى تأثير العولمة عليها من استغلال جنسي للنساء واضمحلال لمفاهيم الأسرة وسيطرة سوق العمل على الرجال والنساء، وما تبعه من موات روحي واستنزاف نفسي عنيف لليابانيين. حتى إن غرفة التجارة الأمريكية شجعت حكومة اليابان على تشريع زواج المثليين بحجة الحفاظ على العاملين المهرة منهم. ففي مجتمع تسيطر على ثقافته الوثنية من جهة وتحكم ضوابطه النفعية المادية من جهة، فماذا سيكون شكل الفن المنتظر؟ أوتاكو. نتيجة لهذا الانتشار الواسع، صنعت ثقافة الأنمي اليابانية شعبيتها الكاسحة في داخل اليابان وخارجها، حتى وجد المهووسون بها أنهم بحاجة لبصمة مميزة لهم ولقب حصري مخصوص. فأتى الأوتاكو ليعبر عن هذا المصطلح المنشود. والأوتاكو بهذا المفهوم هو المهووس العاشق للأنمي والمانجا أو حتى الألعاب الإلكترونية أو أي منتج ثقافي أو تقني صادر من اليابان. وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً ودارجاً في مجتمعاتنا العربية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات محبي الأنمي العرب. إلا أن هذا الهوس والتعلق الشديد بهذا المنتج الثقافي قد لا يخلو من مخاطر ثقافية لا ينتبه لها الكثير. فعلى الجانب العقائدي، فقد زخر الأنمي بمزيج عجيب من العقائد الروحية التي يتبناها المجتمع الياباني. فبينما نجد الصليب في أحد مسلسلات الأنمي، نرى صور الآلهة الوثنية حاضرة في آخر، فيما نجد الشياطين الخيرة والأرواح العليا ذات القوى الخارقة بارزة في عمل آخر. ففي أحد مسلسلات الأنمي المشهورة نجد أن القتل وسيلة تحقيق العدالة في العالم، وأن هذا القتل يتم عبر قدرات إلهية يمنحها أحد آلهة الموت لبطل القصة، والذي يصنع من نفسه إلهاً يقضي حسب ما يراه. بينما نجد في آخر يفوقه شهرة أن العالم يحكمه عمالقة ذو قوى خارقة يترأسهم عملاق بقدرات لا يوصف بها إلا إله، بينما نجد الإبادة البشرية وسيلة مطلوبة لتحقيق غاية مجيدة. حتى لو طرحها الكاتب على سبيل الصراع الدرامي، فإن التأثر بها قد أحدث صداً مسموعاً بين الشباب العربي بالفعل. وهذا عن الأفكار الرئيسية المحددة، وإلا فالحوارات الداخلية ومكونات الشخصيات تحمل قدراً لا بأس به من الرؤى العدمية التي لا ترى في الحياة إلا العبث المحض. أيضاً نجد العقائد الوثنية حاضرة في أنمي ناروتو وحديثه عن الشاكرات المسؤولة عن الطاقة الحيوية داخل الجسد، بما في ذلك من خرافات وثنية هشة. أما فيما يتعلق بنمط الحياة، فإن صورة الفتاة المقاتلة الذكورية صارت مسيطرة بشكل كبير على هيئة الفتيات، بينما نجد العكس صحيحاً فيما يخص الشباب. ففي أنمي هجوم العمالقة الشهير،
نجد شخصيتي الفتاتين ميكاسا وآني هما أقوى أعضاء فيلق التدريب بأكمله، بل إن ميكاسا تظهر كأقوى جنود البشرية، فيما نجد زميلهم آرمين في هيئة مخنثة مؤنثة في قواه وملامحه وكأنه فتاة، بينما يأتي أنمي جوجو بطامته الكبرى إذ يصور الفتيان على هيئة فتيات ليل وليس فتيات طبيعيات. وهذا كله بخلاف الأنميات ذات التصنيف الجنسي والتي تقدم محتوى إباحيا تقريبا في هيئة قصص درامية قد يصل بعضها أحيانا إلى زنا المحارم، وكل هذا متاح ومفتوح ومترجم لأبنائنا وإخواننا الصغار، ليضعنا ذلك كله أمام تساؤل عن الأثر المنتظر لكل هذه الأفكار والأنماط. وإلى جانب هذا كله يبرز العديد من الآثار النفسية والاجتماعية لظاهرة الأنمي، من انعزال أو تماهي مع هوية الشخصيات أو حتى الزواج من وسائد تحمل صورهم، إلا أن الصدى الأكبر لهذه الآثار يصدر من داخل اليابان نفسها، وإنما التأثر الفكري والعقدي بهذه الأفكار هو ما نتحدث بصدده كونه يعبر إلينا بكل نعومة. حتى لو ظن المرء في نفسه الحصانة، فوفقا لفرضية تأثير التعرض المحض والتي طورها روبرت زايونك قبل نصف قرن، فإن تعرض الأشخاص لفكرة أو صورة معينة بشكل مستمر قد يحول هذه الفكرة أو هذه الصورة إلى قضية مألوفة ومحببة، حتى لو كانت من منظومة فكرية كانوا يرفضونها. وبسبب قوة هذه الفرضية فإنها تستخدم كمرجعية تسويقية في الكثير من الإعلانات والدعايات. إلى جانب ذلك يمكننا النظر إلى نظرية تأثير الشخص الثالث لعالم النفس فيليبس دافيسون، والتي ترى أن البشر يميلون لرؤية الآخرين في صورة أكثر سذاجة منهم، وكذا أكثر قابلية للانخداع مقارنة بأنفسهم. ولهذا فإنهم يظنون أن حيل الإقناع الإعلامية لن تنطلي عليهم كما تنطلي على غيرهم. فلو أضفنا إلى هذا قدر التعرض الطويل لهذه الأفكار، فقد نجد أنفسنا أمام حقيقة لم نكن نتخيلها، وهي أن هذه العقائد والتصورات باتت تتسرب إلينا دون أن ندري، حتى وإن ظللنا في أنفسنا نضجا كافيا، بل حتى لو كنا كذلك. فهل نأمل على أطفالنا ومراهقين التعرض لمنابع الوثنية الفكرية والانحراف الإنساني دون أن ينتابنا القلق حول مصيرهم؟ أم إننا ما نزال نرى الأمر أهون من ذلك؟